تعددت السبل والهدف واحد، كل يبحث عن لقمة عيشه في ظل حرب لم تبقي ولم تذر، حرب سلبت الكثيرين أرزاقهم ودفعت بعض الناس للبحث عن لقمة عيشها بين ثنايا الحديد. بالنسبة للشغل هذا يعني احنا اضطرينا انه نشتغل شغلة ثانية حتى نقدر نعيش أولادنا، حتى ما نتدينا أكثر وعن نهب. الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا بهالمنشأة الصغيرة هاي هيك البسيطة اللي يعني أطلع منها مصروف أولادي. صاينون الثاني أنا بالجيش الحر، لكن راتب الجيش الحر يعني إذا إن وجد يعني فما يكفي إلى 5 شهور 10 شهور يكون منتهي، وباقي الشهر ماشيين حالة من شغلنا بالحديد والحمد لله رب العالمين، الله ساتر علينا. في ظروف عمل قاسية يسعى أبو عبد الله وأولاده في الأرض ويعمل في تعديل أطنان من قضبان الحديد التي يتم انتزاعها من ركام المنازل التي دمرتها الحرب في القنيطرة جنوب سوريا. بس احنا هون احنا بعزت هذا الحديد لأنه الحديد هذا ما كان أمكن وجودته يعني احسن من اللي عم يبعثونا اياه من عند النظام او اللي عم يجي من برا او اللي يجي من برا، يعني هذا امكن، واحنا عم نكسره ونحطه بالشبابيك بالعتابيات، احنا عم نزود كميه المواد، كميه السمنت، كميه البحص والرمل، بس مشان شو؟ انه هذا الحديد امكن من اللي عم يجونا من برا، لا اكثر ولا اقل. ابو عبد الله يشتري حطام الحديد ويدخل عليه بعض التعديلات قبل ان يعيد تاهيله للاستخدام، ثم يبيعه كاسباً لقمة عيشه مع عائلته دون أن يمد يده لأحد.